أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: هل يجوز لمن يطوف على القبور، يقصد قبور الأولياء، أن يكون إماماً على الميت الذي يموت؟ وما حكم صلاته على هذا الميت؟ هل تجزئ أم لا؟ الطواف على القبور هذا عبادة لغير الله عز وجل، إذا كان يطوف بالقبر تقربا إلى الميت فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وإن كان يظن أن هذا الطواف لله عز وجل وليس لأجل الميت، فإنما هو لله، فهو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. فلا يجوز الطواف على شيء على وجه الأرض إلا على الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، طهر بيتي للطائفين. الطواف إنما يجوز على بيت الله عز وجل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فلا يطاف على شيء على وجه الأرض، لا على قبور الأولياء ولا مقامات الصالحين ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غير ذلك. ومن فعل ذلك فإن كان يتقرب بذلك إلى الميت فهو مشرك، الشرك الأكبر. لا تجوز صلاته ولا إمامته ولا أعماله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.